بارك أن أعظم الشرف وأجله الإمامة في الدين، فلا يوجد منقبة أجل ولا أعظم من الإمامة في الدين، والأنبياء هم السابقون الأولون في هذا الركب. والله عز وجل أخبر أن بني إسرائيل أوتوا شيئا من هذا الحظ العظيم، قال ربنا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأعظم الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم رقيا في هذه المنازل العالية والدرجات الرفيعة خليل الله عز وجل إبراهيم. وربنا تبارك اسمه قال في القرآن: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال أي رب العزة لعبده: إني جاعلك للناس إماما، أي إماما في الدين، ليس المقصود سلطان أو ملك أو إمرة، وإنما إمام في الدين، إني جاعلك للناس إماما. فقال الخليل عليه السلام يناجي ربه، قال: ومن ذريتي. فأخبره الله عز وجل بكلمة عظيمة جليلة هي أساس كل من يريد أن يكون إماما في الدين، قال: لا ينال عهد الظالمين، أي ما وعدتك به بأن تكون إماما في الدين وترغب أنت أن يكون في ذريتك، فإن بيني وبينك عهد من الله أن عهدي لك لا يصيب ولا يشمل من كان ظالما. والظلم على نوعين: الظلم الأعظم وهو الشرك بالله، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حال إلى القرآن عن حكاية عن العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم الآخر ظلم العباد بعضهم لبعض، فلا يمكن، مضت سنة الله في خلقه، لا يمكن أن يكون أحد إماما في الدين وهو ظالم للناس، لا يمكن أن يكون أحد إماما في الدين وهو ظالم للناس. فأول ما ينبغي للعبد لمن أراد أن يكون إماما في الدين أن يعقل هذين عن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، يكون في عمله خالصا يريد به وجه الله فيتحرر من ظلم، من الظلم الأعظم وهو الشرك، ثم يتحرر من ظلم الناس، من ظلم العباد، من ظلم الموظفين، من ظلم الأجراء، من ظلم الرعية، كل من تحت يده، من ظلمه لجيرانه، يتحرر من الظلم بكل أنواعه للعباد. وكلما بعد المرء عن الظلم اقترب من الإمامة في الدين، فإذا تخلص من الظلم كله ارتقى لأن يكون أهلا، إذا أراد الله له أن يكون أهلا للإمامة في الدين.